ما بين العهد القديم والعهد الجديد. الحلقة الأولى. شعب إسرائيل في أرض مصر. خروج 1. في البداية سنستذكر معا أحداث الفصح في العهد القديم، فنتذكر أن أصباط إسرائيل يعقوب وبنوه وعائلاتهم انتقلوا للعيش في مصر في عهد يوسف، وكان يوسف قد نال حظوة عند فرعون مصر آنذاك. ولكن بعد وفاة يوسف جاء فرعون آخر لم يكن يعرفه، فقام باستعباد شعب إسرائيل وأمر بأن يقتل كل ذكر من أبنائهم بطرحهم في النيل حتى لا يكثر الشعب العبراني في أرض مصر. الأرثوذكسية، منارتك في الظلام.